الجزيرة على وثائق سورية تتضمن أسماء معتقلين من مدينة درعا، من بينهم 5 فتيان لا تتجاوز أعمارهم 17 من العمر وامرأتان. ويتبين من الوثائق أنها صادرة عن شعبة الأمن السياسي التابعة لوزارة الداخلية وموجهة إلى المحامي العام الأول في دمشق ومؤرخة بتاريخ يوم أمس. ونسبت الوثائق للمعتقلين تهم علاقاتهم بأعمال الشغب والتظاهرات في درعا، ومن بين الوثائق إذن بمغادرة أشخاص من درعا إلى دمشق، بما يبين أن الحواجز الأمنية لا تزال قائمة ولم ينسحب الجيش بالكامل من المنطقة كما قيل في وقت سابق. معنا من